مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مراقبة على مدار الساعة وترصد دائم لمختلف الوجهات. بلغ إلى علم الفريق الأمني أن أحد المسافرين يحمل بين أمتعته مواد ممنوعة، سيضطر الفريق الأمني لإخضاع المشتبه فيها إلى التفتيش. غير شوية كنعملوا على اللائحة ديال الركاب ماتش الطائرة، كنشوفوا لو تيب كنسميوه البروفايلين، كنسيب ليه وكنستهدفوا واحد خمسة ولا ستة ولا عشرة ركاب في الطيارة. قبل ما تنزل الطيارة كتكون عندنا اللائحة ديالهم، كننتظرهم في الباب ديال الطائرة. إذا هاد المسافرين هادو اللي كيكونوا موضوع السيبلاج ديالنا كنخضعوهم لواحد الإجراءات اللي شوية معمقة، تفتيش بالوسائل بالسكانير بالبريغاد ديال لي شيا وهذا. إذا هاد المسافرة من هاد النوع هذا كانت مستهدفة عندنا، جاية من واحد الدولة من أمريكا اللاتينية معروفة بالجوار ديالها مع دول منتجة للمخدرات. مع الضابط شوير غتشيلوا السياره ديال لابيس، يعطي هذاك الباجاج ديال ديك معنيه بالامر موضوع الايقاف من اجل التجاره الدولي، يعطيها لا فاليز والامتعه ديالها، تجيب لنا لوديس، تجيب لنا لوديس من اجل القيام العمليه. كناخذوا لها الطالون ديال التذكره ديالها ديال الطائره، هذاك كيكون مونسيوني فيه شحال عندها ديال الباجاج اللي كان في الكفر ديال الطائره وشحال الوزن ديالو. اذا بناء على الافادات وبناء على الاسم ديالها والرقم ديال الامتعه ديالها كنهبطوا لهذا المكان، هذا هو المكان ديال معالجه الامتعه في مطار محمد الخامس. والباجاج ممكن تكون فيه شي حاجه؟ غالبا الاعم واللي زفر اللي درنا كيكونوا في الباجاج، لانه ما كيعرفوا بان التفتيش الجسدي دقيق وكاين دي سكانر كيمشيو للباجاج اكثر. دوزها في الرايمون. السيده اللي شفتو تم الضبط بحوزة 2.4 كيلوغرام من المخدر الصلب هو الكوكايين، تم العرض ديالو على المختبر المحلي، تبين بانه من نوع العالي التركيز تري كونسونطري، لانه كوكايين خام. مازال هاد تجار المخدرات غادي يعملوا الخلط ديالو بوسائل اخرى عاده الترويج ديالو في السوق ديال 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 المخدرات. اذا هاد السيده راه توضع تحت الحراسه النظريه وتقدم المحكمه، والعمليه ديال الايقاف ديالها تمت تحت اشراف السيد وكيل الملكه ديال المحكمه الابتدائيه في الدار البيضاء، وتم اخبار التمثيليه الدبلوماسيه ديال الدوله ديالها اللي كاينه في الرباط عن طريق المصالح المركزيه للمديريه العامه للامن الوطني. داخل الاسبوع المافيا ديال التهريب كتحاول تستغل الضغط اللي كنعرفوه في راس السنه من اجل تمرير الاشياء الممنوعه، لان كتعرف ان مطار محمد الخامس كيعرف في هذه نهايه السنه ضغط في الحركه ناتج عن عاملين. العامل الاول هو ان مجموعه من السياح من وجهات مختلفه كتفضل تقضي راس السنه بالمملكه المغربيه. الفرقة ديال الشرطة القضائية في مطار محمد الخامس فيها واحد 50 شخص، عناصر ديال الشرطة القضائية بإضافة لعناصر ديال وحدة التشخيص القضائي ومسرح الجريمة، الأشخاص اللي كيشرفوا على واحد مختبر محلي اللي كيحلل جميع المواد اللي كنحجوا، سواء مخدرات أو متفجرات أو أسلحة أو مواد ممنوعة أو مواد أو جوازات سفر، جميع الأشياء اللي كتحجز تعرض على الخبرة بالمختبر المحلي بمطار محمد الخامس.